السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هذا الضريس، هذا تيجي مشبك زوين وسهل في الخدمة، نتمنى يعجبكم. غنخدم بالحرير على جوج شعرات، غنخدم بالبرة النمرة 6، يمكن لكم تخدموا حتى بالحرير على 3 شعرات وتخدموا بالبرة النمرة 5. نبداو بسم الله، تنجيو لهنا البلاصة منين زاديين لكم ونبداو نشد في التوب، نثبتوا الحرير من هاد العوينه، هادي تنهزوا هاد العوينه، نعاود نشد هنا في التوب، غنضرب هنا 4 ضربات، ها وحده جوج ثلاثه اربعه، غنخلي واحد شويه في التوب ونشد هنا، غنديروا قوس ما نخليوش كبير بزاف بين وبين. بالنسبه لهذا الضرس ما تنديروش فيه الحبكه، تنبداو مباشره في التوب. نرجع لهاد العوينه هادي باش يضوب لهاد القوس، وغنبدا نعمر في هاد القوس، ومن الاحسن نحسبوا هاد الحبكات باش يجيونا القويصات كلهم قياس واحد، وما نزيروش هاد الحبكه لان باقي غنخدموا فوقها. انا درت هنا وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره. انا درت هذا القوس الصغير باش حتى الدرسه تجيني صغيره، الا بغيتو الدرس يجيكم كبير كبروا هذا القوس الاول. المهم جاو هنايا 10، كنعمروا هذا القوس مزيان، الى لقيناه باقي خاوي نزيدو فيه صافي، ونشد في التوب، غنضرب 4 ضربات، ها وحده جوج ثلاثه اربعه. هاد 4 ضربات غنخدمو فيهم الخدمه اللي غتجي دايره بهذا القوس. دابا غنخلي واحد الضربه الوسط اللي غتجي من بين هاد الضرسه والضرسه الاخرى، نخلي هاد الضربه ونضرب عاوتاني 4 ضربات فاش غنخدم الضرسه الثانيه، ها وحده جوج ثلاثه اربعه صافي، ندير قويص بحال هذا. بالنسبه لهذا الضرس غنديرو بجوج الوان، غنديرو ضرسه بلون وضرسه غندخلو فيها اللون الثاني. نرخي هاد الخويط واحد شويه، نرجع لهاد العوينه هادي باش يضوب ليا هاد القوس، ونعمر عاوتاني بنفس الطريقه كيف ما عمرت هاد القوس الاول. تلوحوا الخيط على ايدنا اليسر، كندخلوا البره في هاد القويص، وهاد الدائره اللي درنا هنا بالخيط كنخرجوا منها البره. عشرة، درت 10 الحبكات، غنزيد واحد وحده غير باش يجي القوس عامر مزيان. حتى هنا راه درت 11 صافي. هذه هي الطريقه، المجموع ديال هاد الضربات اللي تيجينا هنا في التوب تيجيونا 9، 4 كنخليهم نخدموا فيهم هاد الدرسه، و4 كنخدموا بهم هنا، والوسط كتجينا واحد الوحيده كتبقى. غنضرب ثاني هنايا 4 ضربات، ها وحده جوج ثلاثه اربعه. هادو غنخدمو فيهم الخدمه ديال هاد القوس، نخلي وحده الوسط ونخدم عاوتاني 4 ضربات، وحده جوج ثلاثه اربعه صافي. غندير عاوتاني القوس، نشد هنا هاد القوس ما نكبروش بزاف، نديرو غير صغير باش تجينا الدرسة كلها صغيرة. بغيتو الدرسة تجيكم كبيرة كبروا هاد القوس الاول. غنعمر بنفس العدد اللي عمرت به هاد القواس الاولين،
نضرب هنا 4 ضربات ونضرب هاد الضربه اللي غتجي بين هاد الدرسات صافي ونحبسو هنايا. غندوز نكمل معاكم. غنركب هنا خيط جديد حتى هو بارمينو على جوج شعرات. نثبت هاد الخيط من هنا. غنعاود نخدم هنايا واحد العوينه اخرى. صافي ونجي لهنا غنشد هنا في القوس. كنشدو هاد الخيط عادي كنخليه مطلوق القياس اللي عندنا هنايا ديال هاد العوينه ونعاود نرجع هنا. وقبل ما نرجع لهنا للقوس غنضرب واحد الضربه هنايا باش ملي نرجعو نلقاو فاش نشدو. صافي ونجي لهنا نشد في القوس نعاود نرجع نخدم هنا في هاد العوينه ونخدم هاد الضربه هادي عاد نرجع للقوس. تنديرو هاد الشبيكه هادي دايره بهاد القوس تجي زوينه. هنا غنديروها اللون في اللون وفي الدرسه اللي ورا هادي غنديروها في لون اخر. نرجع لهاد العوينه هادي اللي خدمنا ضروري نخدم هاد العوينه هنا عاد نرجع للقوس باش ملي نرجعو نلقاو فاش نشدو. كنبقاو دايرين مع هاد الحبكات اللي في القوس كاملين. نخدم هنا هاد العوينه ونشد في القوس. نخدم في هاد العوينه هادي ونضرب ضربه اخرى هنا ونشد في القوس. نجي لهاد العوينه هيا باينه لينا هاد العوينه مزيان. الا رجعنا لهنا قبل ما نضربوا هاد الضربه فملي غنرجعوا ما غنلقاوش العوينه فاش نشدوا. ضروري نضربوا هاد الضربه هنا ونجيو لهنا للقوس. تنبقاو دايرين مع هاد الحبكات اللي كاينين هنا في القوس حتى تنكملوهم كاملين بنفس الطريقه. ضروري نضربوا هاد الضريبه هنايا ونجيو نشدو هنا في القوس. نعاود نرجع هنا. بالنسبه لهنا راه كملت هاد الحبكه الاخرى كملنا هاد القوس كامل. دابا غنجي لهنا باش نثبت هاد الشبيكه هادي عندي هنا. غنضرب هاد الضربه اللي تنضربو هنا عادي ونزل هنا للتوبه. نخلي هاد العوينه ونشد هنا. نعاود نرجع لهاد العوينه هادي باش نجيبها حتى هي لهنا نثبتها. صافي تيجينا هاد الطرس مشبك على هاد الشكل. غندخل هاد الخيط هنا في التوب حتى نخدم به هاد الدرسه الاخرى. هنا غنركبو خيط مغاير غندخل انا لون اخر. نجي لهنا نخلي هاد العوينه ونشد هنا. هاد العوينه غير هي نفسها غنضرب واحد الضربه اخرى فاش نثبتو هاد الضربه الاولى في نفس هاد العوينه. نضرب جوج ضربات غير باش نديرو هاد العوينه هادي فاش نشدو. نشد هنا في القوس ونرجع في هاد العوينه. غنخدمو بنفس الطريقه كيف ما خدمنا هادي. نرجع نخدم واحد الضربه هنا ضروري هاد الضربه نضربوها هنايا وعاد نعاود نشدو عاوتاني في القوس. تمشيو بهاد الحبكات اللي في القوس وحده وحده حتى تنكملوهم كاملين. نضرب هاد الضربه هنا ونشد هنا في القوس. نرجع لهاد العوينه نضرب في هاد الخيط هذا واحد الضربه هنا نجيبوها هنا للحاشيه ونزيروها. تنبقاو غاديين بهاد العوينات هادو هنايا فين غنديروا السنينات ونرجع هنا نشد في القوس. نرجع لهاد العوينه
نضرب هاد الضربه اللي تنضربو هنا ونرجع نشد هنا بالقوس، نجي لهاد العوينه هادي نخدم فيها، نخدم في هاد الخيط واحد الضربه هنايا ونرجع لهنا للقوس. نبقى غادية بهذه الطريقة حتى نكمل هذا القوس كامل. نهزو هذه العوينة قبل ما نرجعو لهنا، نهزو هذا الخويط هذا الاخر نضربو فيه هذه الضربة هنا ونرجعو للقوس. نرجعو هنا لهذه العوينة، نهزو هذا الخويط نضربو فيه هذه الضربة هنا ونرجعو لهنا للقوس. تنبقاو حتى نكملوا هاد الحبكات اللي عندنا كاملين. صافي هادي هي الحبكه الاخرى، ما نزيروش هاد الخيط، نخليه يبقى غادي بنفس القياس باش بدينا في الاول. نرجع لهنا لهاد العوينه. دابا بغيت نثبت هاد الشبيكه هادي هنا للثوب، كنضربوا هاد الضربه اللي كنضربوا عاديه في الخيط الاخر ونجي لهنا نخلي هاد العوينه ونشد هنا. نرجع لهاد العوينه، ضروري هاد العوينه نجيبوها حتى هي للثوب باش يجينا الدرس ثابت مزيان. نرجع هنا صافي، تجينا هاد الشبيكه على هاد الشكل. غندخل هاد الخيط هنايا نخليه حتى نخدم به الدرسه الاخرى. دابا هنا غنهزو هاد الصفر ونعاودو نخدمو به هادي، غنخلي انا حتى نخدمهم من بعد. انا رجع نكمل معاكم كيفاش غنديروا لهاد السنينات هنايا. انا ركبت هنا خيط في اللون ديال الثوب حتى هو مبروم على جوج شعرات. غنجي نهز هاد العوينه الاولى اللي عندي هنا في الطرسه، نثبت الحرير تنهزو هاد العوينه اللي عندنا في الحرير وندير الخيط هنا على ايدي اليسار بحال اللي بغينا نغلفه، ونجي لهنا لهاد الضربه الاولى عندي هاد العوينه غنغلف هاد الضربه ونرجع لهاد الخويط هذا لويج لويات نديرو سنينه. نرجع لهنا نفس العوينه ونحبك على هاد السنينه، صافي ندوز لهاد الخويط الاخر حتى هو نحبك هاد الضربه نغلفها. نرجع لهاد العوينه اللي بيناتهم وندير سنينه. نجي لهنا لهاد الخاويه اللي عندنا هنا غنغلف هاد الضربه هادي، نرجع لهنا لهاد الخويط لويج لويات نخدمو سنينه هنايا. نرجع لهنا نفس العوينه نحبك على هاد السنينه هادي، نجي لهنا نرجع لهاد الخويط حتى لويج لويات ونرجع نحبك على هاد السنينه. صافي تندورو مع هاد القوس كامل، نخدمو السنينات. بالحق ما تنهزوش هاد العوينات، غنهزو هاد الضربه كامله كنغلفوها بحال هكا وعاد كنرجعو لهاد الخويط ونخدمو سنينه. نعاود نجي هنا تنغلفو هاد الضربه هادي، نعاود نرجع لهنا لهاد الخويط لوج لويات نخدمو هنا سنينه. نجي لهنا نرجع لهاد الخويط لوج لويات نديرو سنينه. نخلي الخيط على يدي اليسار بحال اللي بغينا نغلفو، يعني نعمرو نغلفو هاد الضربه. نرجع لهنا نخدمو سنينه. بقاو غاديين بهذه الطريقه حتى نكملوا هذه الدوره ديال القوس.
ما بين هذا الخيط وهذا الخيط. عندنا هذه الخاويه كنخدموا فيها، نغلفه، نرجع لهاد الخويه، نهزو الوجلويات ونحبك على هاد السنينه هادي. نجي لهنا لهاد الضربه الاخرى، نرجع لهاد الخويط ونخدم سنينه. صافي هنا كملنا هاد القوس. غنشد هنا هاد الضربه اللي عندنا الوسط، نعود نخدم هنا، ونجي لهنا. هذه هي الخاويه الاولى، نرجع لهنا الوجلويات، نخدم سنينه. نجي هنا نغلف هاد الضربه هذه، ونرجع لهنا لهاد الخويط الوجلويات، نرجع لنفس العوينه ونحبك على هاد الوجلويات، نديرو سنينه. نعاود نجي لهنا، ما كنخدموش في هاد العوينات، كنخدموا هنا في هاد الفراغ اللي عندنا هنا ما بين هاد الخويطات، هو اللي تنخدموا فيه. نغلف هنا هاد الضربه، نرجع لهاد العوينه الوجلويات، نرجع لهنا نفس العوينه ونحبك. نجي لهنا تنغلفو، نرجعو لهاد الخويط الوجلويات، نعود نرجع لهنا نفس هاد العوينه ونحبك. تديرو السنينات تيجيونا على هاد الشكل. نبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى ندورو مع القوس كامل. في الاول كنديرو هاد الضربه ديال التغليفه، رجعوا لهاد الخويط الوجلويات، رجعوا لهنا لنفس العوينه ونحبكو. نجي لهنا، الوجلويات، نرجع لهنا لنفس العوينه، صافي تنبقاو غاديين بهذه الطريقه. نهز هاد العوينه هادي ونحبك. هاد الفراغ راه باين، غير في الاول نخدمو هاد الخدمه ديال التغليفه، ونرجعو لهداك الخويط ونخدمو سنينه. المهم هادي هي الطريقه. نكمل هنا، نعود نرجع لهاد الخويط، نخدم هاد السنينه. صافي ملي تنكملو هاد السنينات نثبتو الخيط هنايا. صافي هاد الخيط هذا كندوزو بيه على هاد الدرس كامل. بالنسبه لهاد الخيط اللي كنديرو الوسط فراه كندخلوه في التوب. هنا راه غنخدم هاد الدرس اللون في اللون، وكندخلو الخيط في التوب وكنبقاو غاديين. المهم هذا هو الدرس اخواتي، ها نتوما درس جديد وزوين، تيجي رائع. نتمنى يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضحين الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو اخر مع درس اخر ان شاء الله.